اللوجن بقى لما نرجع دلوقتي العيله تاني عشان العيله طبعا هزود فيها شرط صغير. اللوجن دي طبعا على اختلاف الافكار والناس اللي عايزه تعمل يعني، بس انا هقول اكزامبل، لكن طبعا ممكن تقدر يبقى تقرب من الفكره تعمل فكره مختلفه شويه يعني، بس انا بديك الايه اكزامبل اللي هو المشهور يعني. لما اي حد بيخش كنا بنعمل ايه؟ خلاص بنقول له ويلكم باك ومش عارف ايه واهلا ومرحبا بسيادتك وخلاص، ويبقى كوكي شايل اليوزر نيم بتاعه بحيث ان انا الراجل حب يعمل ايه بروفايل الاقيه، حب يعمل انسبسكرايب الاقيه، حب يخش يشتري منتجات ويعبي من عندي اعرف هو مين اللي بيعبي من عندي دلوقتي، صح؟ فمحتاج اليوزر نيم فخبيته جوه كوكي وخلاص. لكن في شيء اكثر خصوصيه، لو دخل عندك يوزر اسمه ادمن، دخل عندك يوزر اسمه ايه؟ يعني اليوزر نيم كان كلمه ادمن، كلمه محجوزه للموقع، كلمه محجوزه للسايت بتاعك. الراجل اللي اسمه ادمن ده المفترض يبقى ليه تعامل مختلف. الراجل ده المفروض هو اللي بيدير كل الدنيا. يعني ايه بيدير كل الدنيا؟ يعني لما بيخش باليوزر اسمه ادمن واي باسورد ما بيطلعليش ويلكم باك والكلام اللي كان بيطلع ده، لا، امال ايه اللي هيحصل؟ لو اليوزر ادمن هبعتك على موقع اخر. انا عارف ان في ناس دلوقتي كتير هتتخض مني من الكلمه دي، وفي ناس ثانيه عارفه، في ناس كتير تقول لي موقع ثاني. خلصنا الاولاني، المفروض نفترض ان ده الراجل ده بيخش على موقع اخر، ويمكن للاسف كل الناس اللي قاعده او معظمها اللي ما عندهمش سايت يعني او ما بيخش على سايت بيشتغلوا معاه فاقدين فكره الادمنستريتور. ليه؟ لان عمرنا ما دخلنا في مواقع عاديه وشفنا الجزء ده خالص. يعني ايه؟ اي موقع بيبقى ليه جانبين، ليه ايه؟ جانب اللي احنا بنشوفه كلنا ده، وفي جانب ثاني خالص اسمه ادمنستريتور. اسمه ايه؟ ده ما حدش بيخش عليه غير مين؟ الاداريين او الادمنستريشنز، خلاص الناس اللي هم الاداريين. لما بيخشوا بيلاقوا نفس شكل الموقع بس اللينكات والخدمات واللي موجود فيها حاجة مختلفة تماما عما احنا بنشوفه. خلاص حاجة مختلفة تماما، ايه اللي بيبقى موجود؟ الموقع التاني ده بقى بيبقى نفس الديزاين عادي، مفيش مشكلة خالص طبعا عشان مالهاش تجيب لي ارتجاج في المخ واخش الاقي احس ان انا دخلت جوه موقع تاني خالص. خليه موقع عادي جدا زي نفس الشكل وكل حاجة، بس الخدمات المقدمة فيه، السيرفيسز المقدمة فيه مختلفة تماما. زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ يلاقي لينك اسمها مثلا برودكتس، دوس على لينك برودكتس ديت، لو دوس عليها او اد برودكتس ديت مثلا، لينك اسمها اد برودكت مثلا، يدوس عليها يطلع له شاشه دخل رقم المنتج، دخل مش عارف ايه، دخل مش عارف ايه، في الاخر دوس على ايه؟ اد او سيف او شاشه عاديه جدا، ومدخل البيانات ومدايس على ايه؟ على اد، ضاف المنتج. او ممكن طبعا المنتج ده طبعا بيبقى لازم يكون ليه صوره، صح؟ اختلط صوره وكل حاجه وداس على اد، وداس على مين؟ على اد. لما داس على اد، لما داس على الاد اللي حصل؟ البيانات بتاعت المنتج ده ضافت جوه مين؟ جوه داتا بيز. انت وقاعد في البيت كنت بتتفرج على المنتجات، انت وقاعد في البيت كنت بتتفرج على المنتجات في نفس الوقت اللي انا كادمنستريتور قاعد فيه في البيت، وبضيف بيانات منتج جديد، بيانات منتج ايه؟ جديد. انا دوست على اد وانت عملت ريفرش عندك هناك، قمت انت شايف المنتج الجديد طلع عندك. هو ده فكره دايناميك بيج. المنتج هو وانا قاعد هنا في البيت، قاعد هنا كراجل ادمنستريتور، ودخلت على ابديت برودكت خلاص، قمت جاي بدل ما كان ب 20 جنيه قلت لا دلوقتي سعره بقى 18 جنيه، ودست على سيف، دست، انت عملت ريفريش. انت بتجيب منين انت؟ اللي بتعرض لليوزر عندنا احنا مين؟ اللي بتعرض اصلا بتعرض من داتا بيز، صح؟ والراجل اللي بيعدل مين هو؟ الراجل المدير، الراجل المدير بس ما عدل وانت عملت ريفريش او دخلت على الصفحه او دوست على لينك او اي حاجه، اي حارس عمل ريكوست جديد خليه يزعل الداتا بيز بتاعه جديد، خليه يشوف الرقم الجديد. خلاص؟ مش كل ما تحب الشركه بتاعتك تضيف منتج جديد اعمل لها صفحه للمنتج. يا ريتنا نتخلص من فكر الاستاتيك بيج. في ناس تبقى عامله موقع وتلاقي عامل موقع زي اللي بيجي على النت بالظبط وكان على مستوى وبتاع، وفي الاخر عامل كله اتش تي ام ال، هو فاكر ان هو كده بقى بيعمل زي اللي بيشوفه.
هو مش شاب زي اللي انت بتشوفه، ده اللي انت بتشوفه على الواقع، لكن مش هما مش عاملين كده. معنى كده ان سيادتك مثلا رامي جاب منتج جديد ولا غير سعر، تفتح مثلا حافل الشمال وتقعد تعدل بقى، صح؟ لو بالفكر العادي، لكن الفكر هنا مع الادمنستريتور الراجل ده هو اللي بيعدل البيانات وبيظبط مسافه المسايل بالتعديلات بتاعته ولا اي حاجه، اوتوماتيك تلاقي سماعه بره. طب وانت جاي اوتوماتيك الاقي المنتج الجديد ظاهر بره، مش همد ايدي بقى، مش همد ايدي تاني. هو الراجل اللي يضيفه او يعدله او يحذفه هناك عنده يسمع عند مين؟ عند اليوزر مباشره. يسمع عند اليوزر ايه؟ مباشره. ده الجزء بتاع مين؟ ادمنستريتور. ده الجزء بتاع مين؟ ادمنستريتور. حلو. نعم؟ تعمل بليه؟ جمله اه ماشي. ده يعني ده حاجه جاهزه خلاص، لكن مش انت اللي عاملها بايدك. ماليش دعوه، انا بشتغل مانوال خلاص. مفيش فرق، ده برنامج جاهز انت بتستخدمه وانت اعمى ومش شايف حاجه خلاص، ودوت انت اللي هتعمل كل حاجه بايديك، هتبقى فاهم كل التفاصيل. هقول لك ليه. مثلا الجمله ده هيخليك تقدر تظبط الحاجات اللي انت عايزها خلاص، وتكستم اللي انت عايزه، لكن في حاجات مش هيقدر يعملها لك، هتبقى خارجه عن فكره. هو بيحدد لك مثلا الجدول والحقول ومش عارف ايه والبيانات. وعلى فكره وجي ديفلوبر بيعمل كده، جي ديفلوبر ذات نفسه ممكن نكست نكست نكست، هتلاقيه عمل لك الصفحه وبتضيف وبتعدل وبتحذف وكل حاجه وتمام زي الفل خلاص. لكن لو اللي انت ما تعرفوش بقى لما تطلع للسوق العمل الحقيقي بقى، ودي بقى انا بكلمك بقى بكل يعني بكل ثقه، تطلع لسوق العمل اللي بره، تروح تعمل موقع لواحد ولا برنامج لواحد ولا اي حاجه لواحد، هو في حاجه في ذهنه، هو في حاجه في خياله، هو عايزها كده، هي لازم تبقى كده. لو سيادتك بقى بتشتغل ببرنامج جاهز لا تقول له هو ده اللي عندي اذا كان عاجبك، فاهمني ازاي؟ لكن لو انت بقى يعني دارس العمليه وعرفت تعملها بايديك يبقى في اختلاف بقى، يبقى في ايه؟ في اختلاف. لو هو طلب حاجه سبيسيفيك قوي، حاجه يعني حاجه كاستم قوي او حاجه يعني بتاعته يعني مش حاجه جاهزه، مش هتعرف تعملها حاجه جاهزه، يبقى في الحاله دي انا اقدر اعمل ايه؟ الحاله دي انا اقدر اعملها بايدي خلاص. وبعدين ما تزعلش مني، احنا خلاص اتعلمناها اصلا. هتعرف تعمل الشاشه وتعمل بيانات، تدوس على زرار الضف زي الريجستر. كتالوج منتجات هنعمله بايدينا غصب عن عينك طبعا، هو بايديك خلاص. الكتالوج ده غير الادمنستريتور خالص، هنعملها. وافترض دلوقتي ان نعم ايه اللي جدول تاني يا ابني؟ الكتالوج دوت عرض المنتجات، كتالوج المنتجات خلاص. على حسب مزاجك، ممكن تكون مش اصناف، ممكن تكون انواع، وتحت الانواع اصناف، وتحت الاصناف منتجات. الخلاصه المنتجات خلاص، على حسب بقى تصنيفتك انت مصنفها ازاي. ممكن يكون عندي انواع حاجات، ببيع اجهزه كمبيوتر، ببيع اجهزه كهربائيه، ببيع مش عارف ايه. تخش جوه اجهزه الكمبيوتر تلاقي انواع، عايز برينترز ولا عايز لابتوب ولا عايز بي سي ولا عايز مش عارف ايه. تخش جوه البي سي ممكن تلاقي شركات، عايز تبع شركه مش عارف بي اتش بي، صح ولا لا؟ اتش بي، ولا عايز تبع شركه مش عارف ايه. تخش جوه الشركه تبدا تلاقي بقى الايه؟ المنتجات يعني، والى اخره. ممكن توسع زي ما انت عايز، فهمت الفكره؟ مش بتكلم على المهم، الخلاصه حسب التقسيمه بتاعتك. المهم انت عايز توصل في الاخر لمين؟ للبرودكت. انك هتعبي برودكت في السله، مش هتعبي مصنع خلاص. فالمهم السيناريو في الاخر هتوصل لمنتج خلاص. ده مختلف عن ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، ده اسمه الادمنستريتور خلاص. اللي انت بتحكي عليه دوت ده خدمات اليوزرز الممبرز، مختلفه تماما. هنا الراجل المدير هو اللي بيشتغل وبيضيف وبيعدل وبيحذف وكل حاجه. اللي انت غير الكتالوج بقى والشوبينج كارت والحاجات دي كلها، دي كلها فين؟ دي كلها مين يعملها؟ دي لليوزرز اللي يشوفوها، مش الراجل الادمنستريتور هو اللي بيشوفها، صح؟ فدي ده احنا المفروض ان احنا بنعمل الخدمات الرئيسيه والموقع الرئيسي الادمنستريتور، وبعد كده نوصل لمين؟ خدمات اليوزر بقى. يعني ثلاث جوانب، يعني عندك في الموقع ثلاث ايه؟ ثلاث جوانب. المهم ارجع لموضوعي، ارجع للصفحه بتاع الديفولت. عايزين نقول له لو الراجل اللي دخل ده كان راجل كلمه ادمنستريتور،
دخلت على الصفحه بتاع الديفولت. الديفولت دي اللي كنا شايفينها اللوجن. الديفولت دي اللي كنا شايلين فيها الايه اللوجن. خلاص لو المسج كلمه لوجند باين خلاص. لو عملت لوجن وقال لي اليوزر لوجند خلاص واليو كوكي والسيت ماكس ومش عارف ايه والريسبونس دو كوكيز وبعد ما بعت الكوكي وكل حاجه تمام خلاص. لو يوزر عادي هيفضل في نفس الصفحه صح. اطلع له ليه ويلكم ويلكم باك فلاني وكلام ده صح. ده لو يوزر عادي. ما هو الطبيعي ده كده يوزر عادي. احنا عملنا حاجه غير يوزر عادي. الطبيعي بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه زمان ده كله يوزر عادي خلاص. دلوقتي انا عايز اقول بقى لو هو راجل ادمنستريتور اعمل حاجه مختلفه. فبكل بساطه ممكن اقول له اف خلاص. انا عندي اليوزر ده مش شال اسمه جوه متغير اسمه ايه يوزر. هقول له اف ان اليوزر دوت ايكوالز ايكوالز كلمه ادمن. لو اليوزر ده ايكوالز كلمه ايه ادمن يعني اسم اليوزر نيم بتاعه كلمه ادمن. في الحاله دي مباشره هقول له ريسبونس يعني الرد بتاعك يخليك سند ريدايركت. يخليك سند ايه تروح مباشره على صفحه مثلا اسمها ادمن دوت جي اس بي. يبقى ده الشرط اللي احنا ضفناه زياده على مين على بتاعه اللوجن. لو كان قبل ما خلاص عملنا كوكو ويعرض له صفحه لا في شرط. لو الراجل ده الادمن بتاعنا اللي يحصل بعته على صفحه اسمها ادمن دوت جي اس بي. الكلمه المفروض تبقى محجوزه للموقع بتاعك. يعني ايه كلمه محجوزه؟ يعني الراجل يعني اول ما تبدا تعمل الموقع بتحط ريكورد جوه الداتابيس بتاعك اسمه ادمن. والباسورد يجيبه منين؟ طبعا مش المفروض هو بيعمل لوجن الاول. انا الوقت معلش انا مش شاغل دماغي باللوجن. وطبيعي الممبر لازم يعمل لوجن باليوزر نيم والايه والباسورد. لو عمل لو جاب الترو معناه ان اليوزر والباسورد سلام. هقول له كلمه لوجن دوت واعمل له كوكي والكلام ده كله. وقبل ما خلاص يعرض هقول له لو كان بقى اللي عمل لوجن ده لو كان ادمن ابعته لي على مين؟ على صفحه ادمن دوت جي اس بي خلاص. طبعا لو ما كانش هيشتغل عادي العادي بتاعه هيشتغل عادي. ما ضفناش غير شرط. وهنروح نعمل صفحه اللي اسمها ايه ولا على طول ناخدها كوبي من اي صفحه عندنا تكون صفحه مثلا ديفولت. بس ديفولت على فكره فيها ديفولت فيها 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 اللوجن. مش مشكله احنا عايزين بس نجرب. مش مشكله الموقع بتاعنا اهو هسمعك انا مش ناسيكي. بس ثواني بس ادي صفحه خدت منها كوبي وسميتها ادمن دوت جي اس بي خلاص كده. ورجعت هنا للديفلوبر عملت ايه ريفريش ادي الصفحه بتاعتنا ايه خلاص. وجيت هنا على الديفولت بتاعتي وعملت ايه رن. طبعا ده عشان ده يوزر عادي اعمل ايه لوج اوت خرجني. طب ما فيش جوه داتابيز ادمن ما حجزناهوش لسه لازم نحجزه الاول جوه الداتابيز. افتح كده من ستارت اوت بروجرامز واروح على ماي سيكوال وافتح ايه الدريم كودر من داتابيز كونكت. قلت له اليوزر اسمه ايه اي بي سي ودوست على لوجين. الداتابيز دي شغاله اسمها بوك ستور. لوجن ممبر عادي. ده الكلام ده لو انت عايز تخلي الموقع بتاعك يبقى مالتي ليفلز. يعني ايه مالتي ليفلز؟ يعني بقى في مدير ليه حق كذا وفي واحد تاني مدير بس اصغر منه حجما وواحد تاني ليه مدير. دي بقى تبقى حاجه تانيه. لكن انا هنا بكل بساطه هو مدير واحد للموقع بتاعي خلاص. زي ما اتفقنا انت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه خلاص. انت في ايدك بقى انت تقدر تعمل مالتي ليفلز دي واف ان هو فلاني وليه بريفليجز معينه. هو الافضل يكون واحد. اقول لك ليه بكل بساطه؟ عشان المواقع اللي فيها بيع وشراء يوم ما يحصل فيها غلطه نعرف مين اللي نعرف نحاسبه.
اصل المواقع دي بيحصل فيها سرقه كتير وكلام من ده، دايما بنحب الادمنستور يبقى واحد عشان اعرف مين اللي ايه يعرف حاجه خلاص. لكن واحد مثلا عايز يعمل واحد اسمه انتري داتا مثلا، عايز يعمل يوزر اسمه انتري داتا بس، افتح له الايه، افتح له كام لينك اللي هم اضافه وتعديل وحذف الجداول بس، اما الاحصائيات والمتابعات والكلام ده افصلها للادمنستريتور ماشي، بس لازم تكون انت كده طلعت الليفل اعلى، بس لازم يكون مخك ايه واخد باله من المشاكل اللي ممكن تقابلك في الموضوع ده، افتحي له ايه وما تفتحلوش ايه بس. لكن عادي نعرف نعملها عادي، هنقوم البرمجه والداتابيز مع بعض، الداتابيز بتشيل بيانات، لكن البرمجه البرمجه هي اللي هتمانج الداتابيز كالعاده بتاعتنا، كل حاجه بتتعمل بالاثنين وفي الاخر بتتعرض على الويب. لا يخش زي باللوجن عادي، ايه في ان هو ادمن يبعته على صفحه الادمن، إلس ان هو مثلا انتري داتا يبعته على صفحه الانتري داتا، لا تبقى مظبطاها بقى بفكر تاني، إلس ان هو فلان يبقى بعته على صفحه فلانيه بس، وكل صفحه فيها حاجات تخصه هو لوحده عادي جدا، نفس الفكره تعرف تعمليها يعني، مش هضيف له اي حاجه من الحاجات دي خالص. لكن اهم حاجه عند اليوزر نيم بتاعه يبقى كلمه ادمن، ان هي دي اللعبه اللي بتحكم فيها خلاص. الواحد عايز مش عايز يبقى اسمه ادمن، عايز يبقى مدير الموقع بتاعه اسمه ويب ماستر، يبقى تكتب هنا ويب ماستر بس، تاخد كلمه وتحجزها ليه خلاص، والباسورد بتاعه 1 2 3 4 عشان نبقى نفتكره خلاص. يا عم احنا هنا مش يعني عايزين هنا تعليم، مش لازم اكتب باسورد معقد وما اعرفش اخش في الاخر، لا باسورد بسيط احنا بنجرب، وانت اعمل اللي انت عايز تعمله في الاخر يعني. ضفت الايه الادمن 1 2 3 4 خلاص وقفل كده اليوزر ده، اخش دلوقتي ب ادمن 1 2 3 4 ريممبر مي وساين ان. ايه اللي حصل؟ لا حصلش ايه، دخل اهو. سيبك بقى احنا واخدين كوبي من صفحه ما لناش دعوه، من احنا واخدين كوبي من صفحه موجوده ببيانات هي هي، لكن المهم ان هو دخلنا على مين؟ على ادمن دوت جي اس بي خلاص. طيب احنا كده هتقابلنا مشكله، مش هنعرف نطلع من الادمن ده خالص. نعمل نينادى على ساين اوت من هنا صح؟ عشان بقى احنا مش عاملين له لينك هنا بساين اوت. ساين اوت معمول، عارفين ساين اوت ولا مش عارفين؟ اللي هي بتمسح الكوكي صح؟ بس احنا مش عاملين لها لينك جوه دلوقتي مؤقتا. يا عم نعمل لها لينك بسرعه مش هتفرق معانا. فين الادمن؟ فين الادمن؟ صفحه الادمن فين؟ اهي صح؟ اجي على الريجستر دي، طبعا مش هيبقى مفيش ريجستر هنا طبعا ولا الكلام ده. اجي على الريجستر دي وافتح السورس كود كنترول اف، ريجستر دي مش هتبقى ريجستر بقى، هتبقى ايه؟ لوج اوت او ساين اوت. وهتنادي على صفحة اسمها ايه؟ ساين اوت تقريبا، ساين اوت واحد طبعا. كلمه ساين اوت او لوج اوت الاثنين معناها ايه؟ ولوج اوف، كلهم نفس المعنى خلاص. لو عملنا كده ريفرش للصفحه بتاعتنا دي بقى عندي ايه؟ لوج اوت عشان يخرج، لان طبعا دي احنا واخدينها كوبو بيست فمش عايزين نشغل دماغنا بيها دلوقتي. لكن لو دوست على لوج اوت طلعني بره اهو. طب لو واحد بقى كده داخل على الموقع اهو خلصه بقى خلاص، وتوقع ان الصفحه اللي فوق هنا اسمها ايه؟ لا المفروض اتمسح، مش مهم بقى. واحد عمل كده هو مكوكي ممسوحه يعني، ولا في يوزر ولا في بتنجان ولا في اي حاجه صح؟ واحد توقع كده ان ادمن دوت جي اس بي وداس انتر، ايه اللي حصل؟ دخلوا على ادمن صح؟ كارثه. حل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ صح كده، في صفحه الادمنستريتور وفي كل صفحات الادمنستريتور يبقى في ميثود اسمها تشيك ادمن. اسمها تشيك ايه؟ بتعمل ايه تشيك ادمن دي؟ تشوف الكوكي، تشوف الكوكي موجود ولا لا، واليوزر موجود ولا لا، واليوزر اسمه ادمن ولا لا صح؟ ولو اي حاجه غير دول تحصل ايه؟ ترميني بره صح كده؟
محتاجين نعملها دي ولا معروفه؟ محدش بيرد عليا. اعملها بكره. ما هي كوكي زي ما قرينا كوكي زي كل مره. لا احنا كنا عايزين نعملها ونزود عليها حته اللي هو كل مثلا كل 5 دقايق ولا حاجه تكون منهم الباسورد ايه الرزاله اللي فيك دي؟ ما تعملوها هي اتغيرت ازاي يعني؟ لا اكتبها تاني كل شويه. كل شويه اكتبها تاني؟ اه حداد مثلا. يا ابني ثلاث ارباع الاوقات بتبقى انت الادمنستريتور. ايوه ما انا فاهم. مش قصدي نكتبها، انا قصدي في كل يعني كل اسبوع مثلا يغير الداشبورد والميزه بتاعي. يبقى انا مضطر اغير فكري بقى. يبقى اروح جوه جدول الريجستر واضيف حق اسمه ايه؟ اسمه ايديت ديت. واسجل لما يجي يسجل اخد الديت وادخل التاريخ. خلاص؟ واضيف عليه اسبوع. ويبقى في حق تاني اسمه اكسباير. يعني ايه اكسباير؟ على فكره اللي هي بتقوله بقى، الفكر اللي هي عايزه تقوله. خلاص؟ وانا احدد لا اكسبايرز ديت انا ممكن اسيبك من تاريخ الانتهاء حتى. انا كراجل وانا بعمل ريجستر اقول الباسورد بتاع اكسباير ولا لا؟ يعني كل شويه يضرب ويقول لي اعمل باسورد جديد ولا لا مش عايز كده. خلاص؟ وتخش بقى في خدمات ثانيه. بس ده موجود بس في امكانياتكم انتوا تعملوا حاجه زي كده. في امكانياتكم انتوا تعملوا حاجه زي كده اللي مفيش فيها كود جديد. هو عايز كده. لا ده يعني اكتر امين يعني. ما علينا يعني، بس انا اللي انا اقصده كانك ككورس يعني دي في امكانياتك باللي احنا خدناه انك تعمليها. 60%. عادي جدا. ب 60% مفيش اي حاجه تعرف تعملها عادي. مفيش فيها يعني مفيش فيها كود جديد، مفيش فيها فكره جديده، مفيش فيها حاجه جديده. عادي خلاص. هتبقى بقى خدمات بتضيفها انت، مش معقول ان كل حاجه كل خدمه هتبقى جايه في دماغك انها ممكن اعملها لك. ما خلاص ما انت بتاخد اسس عشان لو طقت في دماغك اي حاجه تعرف ايه؟ تعملها. خلاص؟ يعني انا ايه؟ ما احنا دخلنا عليها ازاي؟ مش من لوجن. يوزر نيم وباسورد يعني ايه؟ يوزر نيم وباسورد يعني ايه؟ يعني ايه؟ لوجن. هو دي اللي ايه؟ هنعملها تاني ليه؟ انا اعملها يا عم وخلصنا، انت لعبت لي قلبي. خلاص نعملها. ما انا قلت كده، ما انا ما عشان كده بقول لكم خلاص معروفه. احنا كده اتفقنا نفس الباسورد. شكوك بتقرا بتقرا اليوزر نيم وفي اللوجن بتقرا الباسورد. ما انا شغال بالاثنين، ما انا شغال بالاثنين. مش كده كده الكوكي بتنشأ امتى؟ لما اعمل لوجن. لما بدخل يوزر نيم والباسورد. ولا ايه؟ دلوقتي عايزين نعمل دلوقتي في الحته دي اتاكد ان الكوكي موجوده وان اليوزر بتاعها موجود وان اسمه ادمن، ولا مش فارقه معاكم؟ مش لازم. ايه؟ مش لازم معروف. احنا هنعرف نعملها بس عشان الوقت، بس عشان انا قلت مش هكمل خدمات اصلا. طب ما هي معمول نصها اهي، مش كنا واخدينها كوبي من هنا؟ وفي اول مره المفروض ان هو بيختبر ان الكوكي، طب ما هي مكتوبه اهي، المفروض ان الكوكي لا تساوي نل إلس. ايه اللي هيحصل؟ هيطلعنا على الصفحه، انا عايزه إلس بقى ما يعملش حاجه من الحاجات دي خالص. مش عايز كل الكلام اللي موجود هنا ده. انا اقول له بكل بساطه دلوقتي بحاول اعملها له عشان هو زعلان بيقول لي اعملها لنا. انا عملت ايه؟ ايه اللي نزلني تحت؟ او تاني. بص الكوكي بتاعتنا ايه؟ اف ان ريكوست بيساوي صفر، يعني اول مره انا داخل على 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 الورقه بتاعتي دي، والريكوست بتاع الكوكي لا تساوي نل. إلس يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى اقول له ريسبونس دوت سن ريدايركت. طبعا ممكن ابعت على صفحه ايرور واقول له ان انت كده بتحاول ايه اكسس دينايد ولا اي حاجه، لكن المهم دلوقتي ديفولت دوت جي اس بي دي مبدئيا. وعلى فكره دي عملت حمايه مؤقته، عملت حمايه مؤقته. لو انت دلوقتي حاولت تخش كده دوست انتر بس ما عملناش كومبايليشن، عملناش كومبايليشن. لو حبيت تخش دلوقتي كده على الصفحه كتبت العنوان كتبت العنوان مباشره كده، افترض دلوقتي انا كده اكني كتبت العنوان، ايه اللي حصل؟ رماني بره. ليه؟ انا مش عامل لوجن صح؟ رماني بره اهو، يعني هو اكتب كده دلوقتي زي ما عملنا المره اللي فاتت، قول له دخلني على عمك ادمن
دوت جي اس بي مش عملنا كده المره اللي فاتت، بروست انتر رماني بره على الديفولت صح كده. ده اول حاجه. طب افترضنا هو كان عامل لوجن، هيدخل بقى لانه هيلاقي كوكي، فانا عايز اسد له دي كمان. فبعد ما اقول له كمان لازم اقول له كمان اف ان اليوزر كمان دوت ايكوالز، لو كان بيساوي كلمه ايه، كلمه ادمن، لازم كمان اختبر ان هو كلمه ادمن مش اي حاجه ثانيه، لو اختبر ان هو كلمه ادمن مش اي حاجه ثانيه خلاص. بيف عادي جدا، لو ما كانتش كلمه ادمن يبقى اعمل ايه، ارجعه بره برده خلاص. يبقى ريسبونس دوت سند ريدايركت. البص ما تقدرش تضمنين، البص ممكن يغيره. الراجل الادمنستريتور مثلا كان عامل باص 1 2 3 4 بس حاسس ان في حد ما ارتشها منه فغيرها بكره، هتغير الكود بتاعك. ما نقدرش نثبت مين، نثبت الباص، نثبت هو ادمن، اسمك ادمن خلاص. هو اي حد ممكن يكون ادمن عادي، مش هيعرف الباص، هيعرف باص منين إيه؟ ترجع تسال نفس السؤال على فكره سالتيه من شويه خلاص. طيب ما هو ده طبيعي موجود، ده طبيعي يا جدعان، ده طبيعي. لو هو حاول يخش على الريجستر دلوقتي وحاول يعمل يوزر اسمه ادمن هيرفض طبعا، ما موجود. لو حاب يعمل واحد اسمه يوزر وحاول يخش بيها هيرفض، بيسألوا اسئله عجيبه انت خلاص، طبيعي هيرفض لان ده اهو منه له اللي قال لي درس. خلاص اي حاجه دلوقتي. برص على ايه، على ساين اب، قال لي يوزر نيم اوريدي اكزيست بليز تشينج ذس نيم. خلاص في مشكله كده. طيب طبعا المفترض كمان ان احنا طبعا مش هعملها، كنا عاملينها زمان، ما ترجعونيش ليها، ما ترجعونيش ليها بعد اذنكم، كنا عاملينها زمان قوي 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 خلاص، فمش عايزين نرجع ليها عشان لو رجعنا ليها مش هنخلص ولا ناخد حاجه النهارده. المفروض بقى ان الكود ده الكود ده يحصل فيه ايه بقى؟ احطه جوه كلاس، جوه ميثود اسمها تشيك ادمن صح؟ وفي كل صفحات الادمن في اول سطر اقول تشيك ادمن، تشيك ادمن في كل صفحات الادمن. فهمت الفكره؟ ايوه انده عليها عشان في كل صفحات الادمن، يعني ما هو ممكن يتوقع صفحه اسمها برودكت او مانج برودكت اللي هنعملها للادمنستريتور، مش لازم يتوقع صفحه ادمن يعني. فلازم اقوم عامل ده كله جوه كلاس، جوه ميثود اسمها تشيك ادمن، واعمل لها ايه؟ وكل في كل الصفحات بتاعت الادمنستريتور في الاول اكتب كلمه تشيك ادمن، تشيك ادمن، تشيك ادمن، بحيث ان هو لو ايه؟ لو دخل حتى توقع اي صفحه ثانيه ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يخش برضه. هل دي برضه اعملها؟ حتى لو قلتولي مش هعملها. خلاص؟ بس خلاص كده احنا امننا الاختراق. كده كده بقى نقدر نبدا في ايه، صفحات الادمنستريتور. قبل ما ابدا لو انا عندي صفحه برودكت دلوقتي عايز اضيف رقم الايه، رقم المنتج واسم المنتج وسعر ومش عارف ايه، حد ما عارفش يعملها ورسها على اد الضغط، حد ما عارفش يعملها ريجستر زي ريجستر، بس بدل ما كنا بنضيف الحاجات بتاعت اليوزرز هنضيف حاجات مين، حقول ثانيه مختلفه مفيش اي مشكله خالص صح. التعديل زي الايد البروفايل، زي الايد البروفايل، الصوره دي ليها قصه، لا ده ليها قصه لوحديها، مش الصوره بس، هي نفس فكر الصوره والفيديو وليها كذا طريقه، يا اما احفظها على باص، يا اما احولها بايتس واحطها جوه الداتابيز. دي ده فكر وده فكر تاني، ده ممكن تاخد لها يوم ولا حاجه، ربنا يسهل لنا ونوصل لها يعني. هي المفروض ان هي موضوعها بكره المفروض يعني، على حسب الخطه اللي حاططها يعني، ربنا يسهل يعني. لكن المهم التعديل في اي مشكله؟ طب الحذف في اي مشكله؟ هو زي اللي احنا خدناه في كل الحاجات صح؟ السيرش ما خدناهوش. يبقى موضوعنا دلوقتي ايه؟ لو انت عايز تعمل سيرش في الادمنستريتور تعرفه تعمله؟ ده لسه ما ايه؟ ازاي اطلع بيانات واطلعها في شكل ايه؟ في شكل